رمضان الكريم اليوم زي كل يوم برمضان رح نعلن أسماء خمس رابحين، كل واحد فيهم 5,000 دينار كاش رح ياخذ من بنك الاتحاد ناشف. وعلى سيرة الناشف، عبد هون البنك معيد عليه بحكي له أسرة بنك الاتحاد تتمنى لك، فباختصار هو شو حاكي هيك يا اتحاد عن ناشف، هاد مش العشم فيكم. بس بحكي لك يا عبد، انت رح تغير فكرتك عن الناشف. هاي السنة الناشف عند بنك الاتحاد عبارة عن 999 دينار لعشر أشخاص كل يوم، 10,000 دينار لأربع أشخاص كل أسبوع، 50,000 دينار لشخص واحد كل شهرين، و 200,000 دينار لشخص واحد كل 3 أشهر. وتنسوش المليون آخر السنة، يعني أكتر من هيك ناشف ما أظن. وعلى سيرة الناشف كمان مرة، شوف الناس لما ينشف ريقها بإيش تشرب. طلع مليون بنك الاتحاد، شو هاد؟ تخيل تصبح هيك بمليون، تشوف هيك مليون، تشرب لك مليون. هادو ماكياتو هاد شكله. وهلأ خلينا نشوف أسماء الخمس رابحين اللي بدنا نبل ريقهم بـ5,000 دينار كل واحد فيهم.